اعتصم بي. قال الله عز وجل: ما اعتصم بي أحد من عبادي دون أحد من خلقي عرفت ذلك من نيته. ثم تكيده السماوات والأرض ومن فيهن إلا جعلت له المخرج من بينهن. وما اعتصم عبد من عبادي بأحد من خلقي عرفت ذلك من نيته إلا قطعت له أسباب السماوات من يديه وأسخطت الأرض من تحته ولم أبالي بأي واد هلك.